السلام عليكم. عليكم كي دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخيرين وعلى خير. فهاد الفيديو هذا عندنا لاني عندها شي اسئله شحال هذه في قلبها بغات تسولهم ليا، وكذلك بغات ديركم نتوما يعني تشهدوا على الاسئله اللي غتسولني وعلى الاجوبه اللي انا غادي نجاوبها. انا غنجاوبها صريح بكل سؤال اللي غادي تسولني لاني. صافي نبداو؟ من قلبك خاصك تجاوبيني من قلبك. اكيد غادي نجاوبك من قلبي. المهم اخواتي، انا بغا نسول شي سؤال عن محمد من زمان. شحال هذاك كانت بغا نسولو، يعني خطر على بالي، يعني كيدور في مخي. وشكرا لكم بزاف الاخوان على النصائح مليحة شمنا هادشي اللي قال الاخوان، وكذلك حتى الصوت حنا كنعتذروا على الصوت اللي كيكونوا في بعض الفيديوهات ناقصين وضعافين، و حنا كنحاولوا اننا نحسنوا الصوت ديالنا، وان شاء الله من بعد غادي ناخذوا شي مايك اللي يكون مزيان، راني دومانديتو على ما يوصلني باش غيكون الصوت يعني غيكون زوين. داكشي اللي كاين. يلا لاني سوليني شنو هو الاسئله اللي بغيتي. بس بغيتك تعاديني انك تجاوبي لي حقيقي. كنوعدك والله تنجاوبك حقيقي. يلا شوفوا معي. سؤال اول محمد، علاش قرر انك تتجوز اجنبي وخليتي بزاف البنات زوينين في بلادك؟ علاش يعني لا تعانى؟ اول حاجه هذا قرار من عند الله، يعني هذا مكتوب، يعني ربي دايل رزقي في داك البلاد، او يعني هادشي ماشي حنا كنقرروا. حنا تقريبا يعني كنمشيو بمشيئه الله، يعني داكشي اللي ربي شنو مكتب ليك هو اللي غادي تاخذ. وحاجه اخرى يعني صراحه انا ما عمري عرفت شي بنت في المغرب، ما عمري تعرفت على شي بنت ولا تقربت لشي بنت ولا شي حاجه في حياتي صراحه. ما كانش عندي ديك الشجاعه على انني مثلا نتقرب شي بنت ونتعرف على شي بنت في الانترنت ولا سواء خارج الانترنت. فمن بعد ما جات الفرصه على انني نهضر معاك في فيسبوك دخلت الى قلبي، وقلت هاد الانسانه هي اللي غادي نرتاح معاها، ولقيت يعني داك الشيء اللي انا كنقلب عليه لقيته في هاد الانسانه، وكذلك عجبتني العقليه ديالها والحب ديالها وبزاف الحوايج. صافي صافي وجيت لعندك وجاوبيني انا، ماشي تجاوبيني بحال بحال انت خاصك تشوفي بعيوني. قلت خصني نشوف في عينها وكنهضر. بس نعلموا على شي حقيقي. يلا اوكي صافي ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني شوفي فيني. لو انا مقبلت ان نتجوز فيك، مازال غريب قلبتي اجنبيه ولا صافي غريب تتجوز البنات بلدك؟ يعني لو كنت هي ما قبلتيش انك تجوجي بيا، ويعني واش ما قبلتيش يعني واش في الاول، ولا مثلا حتى تعرفت عليك ومن بعد طلبتي ديك الزواج مثلا وما قبلتيش؟ بحال هكا يعني طلبتي يعني بديت كنهضر انا وياك ومن بعد طلبتي ديك الزواج وما قبلتيش؟ اول حاجه غنتصدم وما غاديش نتقبلها. هذه اول حاجه. شوفي فيني. اول حاجه ما غاديش نتقبلها، ما غنحملش راسي على انني عرفت على شي وحده. صراحه الاخوان، شي واحد كيكون باغي شي وحده من قلبه. علاش ما كتشوفيني؟ انا كنقول لك ليهم كليهم وليك. شي واحد كيكون باغي شي وحده للزواج، باغيها قلبه وباغيها اسمنة الله ورسوله، ياك ومشى طلب يدها للزواج وما بغاوش يعطيوها ليه عائلتها، اولا ما بغاتش هي اولا رفضات، راه كيتحرق كيتعذب. يعني الانسان راه الا جا ما فيه بلية، انسان مزيان معقول خاص البنت تقبل انت يعني واخا انت يعني هكايا. بالنسبه الى اذا كان فيه شي عيب ولا هذا وما قبلتيش اوكي يعني واخا، ولكن السيد ما فيه لا عيب ما فيه حتى شي حاجه مزيان وما قبلتيش، راه غادي تخرجك العاقبه ديالك. ماشي يعني بخير على خير. يعني شو هو جوابك؟ واه بلاتي، واول حاجه غادي نتكوى ليها بصح، ما غاديش نتقبلها وغتولي عندي فوبيا، يعني غنولي نخاف على انني نطلب يد شي وحده للزواج مره اخرى. فهمتي؟ واحد المده طويله على ما ننسى، وعاد ديك الساعه تشوف واش
واش نقدر نقولها شي وحده اولا لا؟ فهمتي بزاف ديال الناس الاخوان كيطلبوا شي وحده للزواج وكيرفضوا عائلتها ولا كترفض هي وكتبقى فيه كيبقى كيخاف على انه اي وحده كيشوفها كيبغي يتزوج بها كيولي عنده فوبيا يعني كيولي كيخاف على انه يمشي يطلب يدها للزواج وتولي ترفض كيف ما رفضت الاولى فهمتوا. مسكين كيجلس معذب وراه يعني شحال من وحده كتاخذ ذنوب وكتخرج العاقبه ديالها خايبه وكتبقى دائما كيف ما كنقولوا يعني بايره يعني كتبقى بلا زواج. يعني انسان كان مزيان محترم ما فيه بليه ما فيه حتى شي حاجه خدام بدراعه توكلوا على الله وارزاق كتجي من بعد يعني بالنسبه للناس اللي كتفكر غير في الفلوس وكذا وكذا فهمتي. شنو الجواب؟ ما عرفت لاني والو. الجواب شنو هو جوابك؟ الجواب ديالي هو ان صافي ما بغيتش تتزوج صافي ما غادي نخليها في قلبي ونتكوى وقدر من بعد نشوف اللي لقيت شي وحده مزيانه وهذا نتزوج بها كيف ما بغات تكون سواء في المغرب ولا خارج المغرب ولا السنغال ولا اللي ما بغات صافي. صافي شنو غندير؟ صافي تقطع راسك ندوز على سؤال ثلاثة. السؤال الثاني سؤال ثلاثة من اول يعني من هذا تاع يعني اول جوزنا شنو الشيء اللي تصرفات اسمع من اول سو من اول جوزتيني حتى دابا شنو هو تصرفاتي اللي ما عجبك يعني من نهار النهار اللي تزوج بيك شنو من الحوايج اللي ما كيعجبونيش فيك ياك شنو هو الحاجه اللي تفكر واحد تفكر واحد تفكر نجاوبك حقيقي حقيقي لانه عمرك ما تقولي لي ما قلتي لي لاني هذا الشيء ما عجبني هذا صفاتك ما عجبني ها فهمتي علشان هيك بغاني والله صراحه ما كايناش والله ما كاينه انت تحكي صح والله ما كاينه كانت واحد النهار انك كنتي ما كنتيش كنتي كتثقي بزاف مثلا كتثقي بزاف بزاف ولكن ما بقاش فيك هذه القضيه لانه يعني اول اخواتي كتثق بزاف على الناس كتثق وكتعلم يعني حاجه تعلي عايش في المغرب والله تعلمت اخواتي انه ما يعني بكل صراحه والله اي حاجه زعما اي حاجه لا تصرفاتك ولا العقليه ديالك ولا اللي كتصنت الهضره مزيانه مهم يعني داك الشيء اللي غيصحك به الراجل باش ما ديريش ولا باش ديريه سبحان الله انت راسك يعني كديرو بدون ان شي واحد يهضر معاك يعني بدون ما يهضر معاك شي واحد كديري داك الشيء وكديري شي حاجه اللي ما كنتش كنتوقعها انا وهذاك ساعه يمشي بيج ديالنا بيج صافي يعني صافي ما هذاك هي جوابك يعني مع تصرفاتي كله عجبك لا كل شيء كان فيك شي حاجه في النوبه الاولى ما بقاش تحكي صح كنت كتثق بزاف الاخوان لدرجه ان واحد النهار ما المهم ما كيهمش بلا ما نهضروا على هذا الموضوع يلا خاطي ندوزو السؤال الاخر سؤال أربعة باقي واحده سؤال أربعة شنهار راح يجي لعندك وغادي نقول لك حبيبي محمد اذا بغيت تتجوز مره اخر هذا الشيء قبلت من قلبي واش هذا الشيء غادي يفرحك ولا غادي يزعلك يعني الا جيتي عندي واحد النهار وقلتي لي محمد نوض تزوج راه عطاك اربعه ياك واش غنقبل ولا ما نقبلش واش غنفرح ولا ما غنفرحش وهذا الشيء راه ديجا قلتيها ليا وقلت لك لا وقلت لك اخر مره تعاودي تقوليها ليا راني مسكينه كنكونوا بحال هكا كنشوفها في السوشيال ميديا ولا كنكونوا غادي بحال هكا كنقول لها راه فلان مجوج جوج راه فلان مجوج ثلاثه يعني سواء في الواقع ولا في المواقع يعني على السوشيال ميديا كيكون شي واحد مجوج اربعه ثلاثه كتجي عندي مسكينه هي يعني كتقول لي واش ما عرفتش واش هي كتبغي تقلقني ولا يعني كتبغي غير تجرب ولا كتقولها من قلبها ولكن كنظن انها كتقولها من قلبها يعني كتقول لي انا بغيت نفرحك زعما وبغيت تتزوج يعني تتزوج وهذا وكنقول ماشي انا كنتعصب والله الا كنت تشعل فيا العافيه يعني تصور يعني كنحس بحال اللي كما مابقاش ياك ما بغات تهنى مني ياك ما بغات تخليني ياك ما
بغاتني بغاتني نقص ما عرفتش يعني كنبقى يدخلني الوسواس يعني وعلاش هاد المرة هذيك كتقول لي انا ما تجوج فهمت لانه لا انا هذاك شي خاطري مازال في بالي لانه بزاف رجال انا عارف بزاف رجال يعني كيتمناو واخا كيبغى يعني مرتو واخا كيبغى مرتو بزاف فهمتي فهمتو واخا كيموت على مرتو امشي شوف يوسف ونجا يلا سير على بركة الله قلت لكم اخواتي يعني بزاف رجال واخا كيموت على مرتو كيموت وكيبغى بزاف يعني مازال بحال يعني كيتمنى يتجوز ياكي يتجوز مرعى انا عندي قلب واحد عندي قلب واحد ساكن فيه انت ودابا صافي صافي ما يمكنش انا دابا مرتاح دابا دابا ارتحت دابا لانه صافي 100% صافي هو ما بغى هو ما بغى بغات غير انا هو بغيت بغات غير انتي سمعي سمعي غير انتي الا كنت نوفر لك الحب نوفر لك الاحترام نوفر لك الوقت ديالي نوفر لك الحنان ديالي نوفر لك كل شيء يعني اي الطاقه ديالي كامله نوفرها يعني نخدمها معاه نوفرها عليك وتكون انت بخير تكون مزيانه صافي يعني بلا ما نخلي شي واحد اخر تفرق معاك الحب وتفرق معاك الحنان وتفرق معاك الوقت وتفرق معاك النهار وتفرق معاك فهمتي يعني هادشي اللي كنتمنى غير نتوفق على انني نكون معاك مزيان ونكون خاصك خاصك هذا الشيء جوا والله الا في قلبي راه قلبي اللي كيهضر ماشي غير قدام والله حتى قلبي اللي كيهضر هادشي هذا راه كيعرفه هذا راني دابا غير كنوليو نعاودو مع الناس وصافي صافي انا نبوس راسي يلا انا دابا ارتحت صافي انا اخواتي قبل ندوز على سؤال اخر بغا نزيد شي سؤال سؤال الخامسة شنو هو اللي كتخليك كتبغيني اكثر شنو اللي كنخلي شنو اللي كيخليني نبغي اكثر بزاف الحوايج بزاف منهم انك بعيد على عائلتك منهم على انك كدير بزاف الحوايج باش انني باش انك تشوفيني سعيد وفرحان وكديري شي حاجه واخا ما قديش انك ديريها كديريها على قبلي كتسمعي الهضره المهم اي حاجه صباح الله صافي قبل ندوز سؤال اخر حبيبي شنو نشوف يوسف هذا دبانة يلا سير على الله عاود ندوز على سؤال آخر سؤال آخر اللي كيجرح وكيجرح ربي هو اللي أعلم سؤال آخر اللي كيجرح ربي اللي أعلم الله يستر ربي يطول عمرنا قول يا عمي آمين السؤال آخر واش محمد شي نهار غير يموت قبل منك الله يستر الله يطول ربي في عمرك ما الموت جاية جاية شي نهار غير يموت سؤال قاصح هذا قبل منك واش مازال غادي تفكر تتجوز مرة آخر؟ نتمنى من الله أن نموت أنا قبل ونكون نخلي كل شيء بخير وعلى خير نخلي وليداتي كبارين ومزوجين ونخليك أنتيا بصحيحة ديالك وتشوفي وليداتك لأنني أنا ما نقدرش صراحة نقول انا مازال حي وانت شديتي لنا حتى انا ما قديتش والله صراحه والله ما قديتش اخواتي والله ما قديتش سيلي نقول لكم غادي 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 نهبل غنتجنن ما عرفت كيفاش غادي يوقع لي ولكن شنو نقول لك يعني الا تحطت في هذا الوقت في هذا الامر هذا غنحاول على انني نتفاهموا باش ما باش ما ما نهبلش ما يوقع لي شي حاجه اللي تاثر فيا يعني في الصحه ديالي في العقل ديالي وبالنسبه للتزواج يعني واش نقول لي نتزوج الا لقيت شي وحده واخا غير ربع بحالك الا لقيت شي وحده غير ربع بحالك نتزوجها ولكن من بعد واحد 5 سنين ولا 6 سنين ولا على ما
لا 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 قولي حق يقين. شنو؟ قولي حق يقين. شنو؟ مسيرة قدامهم قولي لي حق يقين. والله انت حق يقين. انا غادي نمشي دابا انا. الله يحفظ دابا مثلا وسبقتيني انتيا. واخا هادشي ما خصناش نهضروا فيه وهذا وهذا ولكن حنا غادي نتكلموا فيه فهمتي. حنا راح نمشيو تما فهمتو. كلشي غادي يمشي. ربي اعلم كلشي غادي يمشي. اول حاجه غادي نبدل كلشي باش انني ما نبقاش نبدل الدار نبدل اي حاجه نبدل حتى البلاد نبدلها نبدل المدينه اي بلاصه اللي غتفكرك فيها غادي نخوي منها. معناتها صافي بغا هو ينساني. ماشي نساك غير باش غير باش نتعذبش. لا بغا ينساني. الله يطول بك عمرك غير كنضحك معاك. كيفاش غادي ينساك؟ وراه ما جبتي ودابا انا ما نسيتكش. ماشي انا الا ما نسيتكش انا مقص معذب غنبقى معذب حياتي كامله فهمتي. لا راح يبقى ذكريات وهي غتبقى ذكريات. ذكريات هما ولادي غنبقى نشوف فيك وجههم. ولكن واخا تبدل كوزي عندي ولاد عندي بنتي مازال عندي. لا نبقى ساكن. لا لا نبقى ساكن وكنتعذب وكنشوف. لو كان لو كان بحال دابا انا والله خوتي شوف انا قلت لكم واحد القضيه شي الحب ملي كيفوت الدرجه ديال الحب ملي كيفوت الحد ديالو اولا كيفوت الحاجه كيفوت البلافو يعني كيفوت شي حاجه كيولي خايف كيولي ضرار. الا كان شي حب اكثر من اللازم اكثر من اللي خاصو يكون كيولي ضرار وكيولي فيه السلبيات اكثر من الايجابيات فهمتوا. هادشي اللي بغيت نقول لكم فهمتوا لي ان شي حاجه اللي ما كيفاش كتشوف زين تقدر الله يحفظ تمشي لك يد تمشي لك رجل وما يمشي لك شي واحد اللي عزيز عليك. الله يحفظ انا غير كنهضروا وهادشي اللي كاين احنا غير كنهضروا صافي صراحه. ولفت عليك بغيتك من قلبي عشت معاك بزاف الحوايج المره والحلوه شفت معاك غير الزوين ونسيني في الحياه نتاعي بنيت معاك المستقبل ديالي درت معاك وليداتي بزاف نتاع الحوايج اللي لا فهمتي ما عندهمش هذا وباش انت باش تمشي عليا ولا هذا شي حاجه اللي ونتمنى الله سبحانه وتعالى نهار اللي تكونوا مشيو انا وياك مشيو انا وياك بدقه. كيفاش نديرو ولادنا؟ بالله يكونوا كبروا ودار وليداتهم نكونوا غادي نوليك في الطياره تطيح. لا مشيو انا وياك. لا عرفتو غادي شي مره كنفكر هذاك الشيء يعني شي مره بوحدي كنفكر شو كنقول راسي كانت سيمرة عنه هو كنقول محمد بس إذا أنا غادي نموت قبل منك غادي نتجوز يعني هو قال لي أه غادي نتجوز هو قال لي أه غادي نتجوز قلت له أنا إذا أنت غادي تتجوز في الليل ما خليكم الناس غادي نقول لكم راح يعني ما خليونا دابا إخوان دابا حاليا القلب اللي كيهضر ولكن شي خطرات كنت كطرح عليا هاد السؤالات هادو في الليل يعني باش انني نبرد على راسي وباش انني ما خلاش نفكر بزاف كنحاول على انني نمشي الامور عاديه نقول لها غادي نتزوج كذا هادي وهادي وهادي واخا انا راه ما كنقولهاش من قلبي انتي راه صعيب باش انك تفسرها بس كتجرحني ويه ولكن احنا راني خصنا نعيشوا داك الحياه العاديه بحال اللي كيعيشها اي واحد ما خصناش نوصلوا شي حاجه اللي بعيده اللي حنا واصلينها لان هذا الحب هذا الشيء هذا راه بزاف فهمتي وراه خطر علينا خطر عليا وخطر عليك فهمتي ولكن هذا الشيء راه ربي اللي عطاه وتمنى الله سبحانه وتعالى النهار اللي حد العمر انا وياك كنا غادي نمشي طيارات. لا ماشي طيارات طيار اخواتي. المهم يعني هذا ماشي كندعيو في راسنا الاخوان ولا هذا فهمتي حنا دابا انا كنهضروا حنا بغينا يا ربي يا ربي تحدنا العمر انا وياه بقى في حاله كاع الا مشى حد العمر حدنا انا وياه سي اخواتي اللي كنتمنى دائما كنطلب الله اذا مثلا الله يعني اذا مثلا صافي ولادنا كبروا قدام المستقبل ديالهم ونحنا كبارين يعني انا بغيت هادشي اللي غيحس بها الاخوان اللي غيحس بهاد الهضره اللي غنقولها هو اللي عايش الحب الحقيقي او لا غير واحد النسبه منه هو اللي غيحس بالنسبه لهذوك الناس اللي ما كيامنوش بالحب ولا ما كيامنوش بهذا الشيء غادي يبان لهم هذا الشيء مبالغ فيه وغايبان لهم ماشي منطقي وغايبان لهم لا ما كاينش هذا الشيء وهذا الشيء في الافلام وكذا
الا حسيت هذا الاحساس اللي كنقول لك انا على ان هذا الشيء ماشي ما كاينش وهذا الشيء غير منطقه وهذا الشيء كان غير في الافلام وهذا الشيء عرفي حذري هكا حذري حذري هكا عرف 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 بانك راك ضايع او لا ضايعه اختي يعني ماشي ضايع يعني شي حاجه ثمينه ما حسيتيش بها شي حلاوه واعره ما حسيتيش بها كنبقى نعبر بيدي بزاف يعني صافي يلا سيري ليت دوي ليتس جو صافي اخواتي المهم دابا ارتحيت دابا ارتحيت دابا واحد السؤال عاد كيسولوني عليه الناس هو محمد لو كانت شي وحده مغربيه احتراما لخوتنا المغاربه البنات المغربيه فيها اختي فيها امي فيها كلشي يعني كيقولوا لي البنات لو كانت شي وحده مغربيه كنت غدير عليها بحال اللي كدير على لاني يعني تقدر تمشي عندها يعني كذا 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 اي غنديرها عليها غادي ندير عليها ولكن غندير عليها بحال هكا بحال كما درت انا غندير بحال ولكن نشوف واش هي غتقبل عليا ما عندي والو ما عندي لا خدمه ما عندي فلوس وشوف هي واش تقبل عليا على انني نجي لعندها وما عنديش فلوس الصداق شوف هي واش تقبل عليا انني غنجي لعندها وتعاونني شوف هي واش تقبل عليا على انها تسكن معايا في بيت في السطح وفي بونجا داك بونجا داك الرقيقه ديال 100 درهم ومقله مشاريها ب 15 درهم من الجوطيه شوف هي واش تقبل عليا لا قبلتي عليا مرحبا نزيد نزيدو حتى هي نزيدو هنا تقبل عليا شي هذا بحال هادي هكا نضحكوا يلا يلا بغي غير فوضى غادي تقلقات شنو دابا نزيدو شي حاجه اخرى دابا صافي صافي يلا باي باي الله يهنيكم